إذن أحبتي المشاهدين، نحن الآن أعالي جبال خذالي، نمكث هنا في هذه الفترة لنتابع هذه الغيوم التي تتصاعد من قلب بركان أسفل الجبل، بركان الغيوم مصنع يتصاعد لعملية تكثيف هذه الغيوم لتتشكل سحب ركامية أعلى الجبال منذرة بسقوط كثير من الأمطار خلال هذه الأيام، أمطار موسمية. إذن هنا في برنامج الرحال تتابعوني أنا والمخرج المتألق معاذ الأخضر. يا معاذ، تحية للجمهور القناة. إذن من أعالي المدرجات هذه التي تنتشر هنا في منطقة خذالي، واحدة من أجمل المناطق هنا في اليمن، خاصة في هذا الموسم الرائع في الأمطار. جو من الخضرة والجمال ورونق من الحياة الجميلة. بدأت زراعة المدرجات الزراعية في هذه الأيام بسبب هطول الأمطار، تلاحظون مجموعة واسعة من المدرجات خلال سير خط الرحلة. هذا المكان يعتبر هو الأعلى صراحة في هذه المنطقة، ما بين منطقة عمران وحجة. نصوره في هذا الجو من الظهيرة من أيام رمضان المبارك. أحبتي المشاهدين، إذن أحبتي تلاحظون كما أسلفت الغيوم التي تصعد من أسفل الجبل بشكل تتابعي وتتجه بالاتجاه الأعلى لتشكيل نوع من السحب يدعى بسحب الركام المزني. هذه موجودة في مادة المناخ والأرصاد للمطلعين في كمهندسين زراعيين. هذا النوع من السحب كما قلت يكون قريب مستوى الأرض، تكون كمية المياه الهاطلة منه عالية جدا، وأحيانا يكون حاوي على كمية كبيرة من البرد، ما يسمى هنا أيضا في لهجة الدارجة القلص. فتلاحظون هذا يتشكل الآن، يتشكل تشكل مباشر ناتج عن عملية صعود الغيمة من أسفل الجبل، أسفل الجبل القادمة طبعا من البحر الأحمر كما تلاحظون. نحن الآن تماما هنا جهة الغرب وهنا جهة الشرق، فتصعد الغيوم هنا من الساحل الغربي للبحر الأحمر متجهة باتجاه حجة التي تكون مفتوحة على الجو الغربي لمنطقة تيهامة، فتسقط كميات هائلة من الأمطار في أيام الأمطار الموسمية. إذن أحبتي المشاهدين، صورت لكم أنا المهندس محمد حجر هنا من أعالي مرتفعات خذالي في حجة وعمران.